عليهم المسؤولية الكاملة إذا حصل لا قدر الله أي شيء في المستشفيات، وعليه نطلب ونطالب كل من له علاقة بالطب والصحة، منظمة الصحة العالمية، منظمات حقوق الإنسان، بمحاسبة هؤلاء المطالبين بتدمير المستشفيات على ساكنيها، بتدمير المستشفيات على العاملين بها والجرحى والمرضى. ونخص بالذكر أن يتم سحب كل التراخيص وسحب كل ما يتعلق بمهنة الطب الذين لا يمثون لها بصلة.